الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى سيدي عن ربنا صنعين أنه نوب لابن أيام تاكل مقعي عيسى ليلة تذكرة ابن ملقن أو في علم الحديث. تذكرة ابن ملقن في علم الحديث. ابن الملقن وعمر بن علي بن أحمد الأنصاري وإمام الشافعي عمر بن علي بن وعلى الله قمر عبدالله شيخي معلم في القرآن وأبيه وعالم الناحية ما مرقو لمن يقول دردار شيخ القرآن قرآن كبيرة أيوه يقول دردار ما ينبو ويل كان يعتني يوقع عن تقاهي مركا ابن الملقن، أي ملقن القرآن، واللقب أبيهم ما ملقن القرآن، أبيهم ناحب من النحو وليد عصر جيسين أوحوها عصر علوم البدن وجه بداه نوليه أصيان أوحى أرضي وآه عالمك وينا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأرضي جيسين شيخ عالم وكتب لنا كتب به شرح صحيح البخاري السكلوي كتاب في سنة كتاب مختصر ومفيد ونافع علي الحافظ ابن ملقن رحمه الله. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. الله بوين أيان أحمد كما هذين أيان على نعمائه نعمين كيس وأشكره وحن وشكرين أيان على آلائه نعمين كيس آلاء آلاء ونعمين مركا نعمائه وآلائه وسمعه. الله على أيام أحمدكم ما هذين أيام على نعمائه وأشكره وحن وشكر في أيام على آلائه جل به وأصلي وأصلي يا أمان يا على أشرف الخلق خلق يكي وشرف بنا محمد محمد أه شوف الخلق ومحمد أه أما على محمد بان أصلي يا وآله إيه الكلام أصلي يا يو وأسلم وسلام عليكم. إلي يا شيخ أقول لكم ما هذه نعوذ أنت سوى ما هذه أي النبي عليه الصلاة والسلام تسلي وهي ومرتبط بحق الله سبحانه وتعالى وقد النبي عليه الصلاة والسلام وقدم بها وقلها قال وأصلي وحن كصلي أيام على أشرف الخلق خلق يكي والشرف طبعنا يقول ما النبي عليه الصلاة والسلام إبدار لي أي محمد بن صلي أيام يكبد لي مدعي سيئي وشاقي مكتوس وشاقي النبي عليه الصلاة والسلام وآله هي الكبد عليه الصلاة والسلام وأصلي وسلامه
وبعد انتهى كده مقدمتك كده. فهذه مدة ثانية، فهذه مدة ثانية تذكرة وخصوص في علوم الحديث، علم الحديث كليس خصوص تتنبه فحكم برار جيه وبرار فقاضنيه بها بسببها. تذكرة الصرف كذا وحا قادم يا برار المبتدي أرضى يقبل بقى ويتبصر وحكو أرقية وبصير أرق كهلي بها تذكرة المنتهي متك دمي أشوفه إليه يعني. مركو مقدمة دي الحمد لله سبحانه وتعالى يصلي النبي صلى عليه الصلاة والسلام وقصوا بحبه كليا فحنا قصوا وضعه وتذكره تذكره خصوصا في علم الحديث وتذكره موضوعه يعني في علوم الحديث. قفت متنبها قفت متنبها تنبه يبرار يبرش فيه منتهجنا التفسير في وكيليا حصوص وكيليا وعلم قلبه شيء يلا بول فحدا نقوانا البرية في واحد تقنيه له حصوص وكيقفك أن هرأي قد علم الحديث وأو تعليم ويتنبيه مثل هرأي قد اكتينا وأو التفسير يتفكير فهذه مدان تذكرة توي تذكرة يس حسوس انت في علوم الحديث علم الحديث خصوصا يتنبه تعاكم برالوية بها بصددها تذكرة صار كذا المبتدي أرضى يقبله بعض ويتبصر ها أرجيس كفيد ميا بها بصددها وحقوق غرانية المنتهي متك الدنيا وأرضك الصراحة قال طلبتها وحن كسو بوي وكسو اختصاري لخصتها من المقنع كتابك مقنع اللي يراده وتأليفي اللي في الديدان شيخ روح قرأ كل كي هرى كتاب لي لها المقنع في علوم الحديث وكل كي هرى المقنع في علوم الحديث هو كسو جابي كم اقتضاب ترخيص اختصار سوكو بدوي قصو كوبي مقنع كتاب كان بقي عيسى تذكروي تذكره واحد مختصر حتى من المقنع في علوم الحديث وهي اقتضبتها اي اقتصرتها وحن كسو جابي اما لخصتها وحن كسو خلاصي كسو خلاصي من المقنع تأليفي تأليفي الديدان مقنعي تأليفي اي من تأليفي قلت انا نقطه كم الاحد كتاب كان مرتبه تذكره مختصر كي هي المقنع في علوم الحديث ابن الملقن أولها كان ابن الملقن بعد لا بلا وإلى الله اللي بوين حق أيان وإلى الله بوين حق أيان أرغب سعلي صنيا لتشيني في النفع منه كأنفعه بها أيان الله أيان وحول لساني وكذا البني وكر الجينية وكتش على سنية إنه وحكو ترى فعل كان لي رغيبة 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 رأي غين يا باء رغيبة في هذا كذا بيسوى تعيل تعيل خصوصا رغبت فيه واتش على ريب هذه أي عن كذا بيسنى وانعيب رغبت عنه
فمن رغب عن سنتي وقفت سنة إلى معاه رغب عنه ترى كثير من الكلام بيسيو دوات على سنة يوي هو رتيني هو بري يوي إنه إلهي سبحانه وتعالى يلي وقد فعل الله واسمه وإياه سبحانه كتاب روح هذا الكتاب متداول بين أهل العلم كتبته في المد بضم كتب فرعي هذا الأخرى لكن كتبته الأخرى شتو سيدة قار كان الله رسول بحي سيدة قار كان مفيد كون نغضي أي كتاب كان كم دي هاي إلهي سبحانه وتعالى الشيخ النحريس وقت الله سي أننا نكون كل انتفاع علمي جسد الدنيا أخرى الله ينقل وإلى الله يبوين حق أيام أرغبت على سنة قبرية ونجسينية في النفع إن واحتر بها إياه إنه أبوين إنه نفع وده إنه نفع وإنه نفع نفع أرادنا أيوه بيده أبوين عن والقادر متك أوده ويألا عليه نفع إنه نفع بيده أبقى عن تشكتك والقادر مثل أبوه يا رب سبحانه عليه نفعه إنه بيده النفع إنه إن وإلى الله أرغب في النفع بها إنه نفع بيده جعنت إبوه والقادر منك أوله ويا الله عليه نفعك كرك وبحيه مقدمة دي بكبح الشيخ وكوش كتاب مجلسة إنه مختصر يعني من المقنع يود عيسى جيسي كدب ماركو لكوس المهدي نبي أنا كوس صلى عليه الصلاة والسلام كتاب كيف قدر قرأ وحيه أقسام الحديث طيبها حديث أقسام الحديث طيب يا حديث حديث وام حي والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام قولا له أو فعلا أو وصفا قولا له هذا النبي يريد عليه الصلاة والسلام أو فعلا أنا قل أو تقريرا أنا وح وكراي أتي سلبو سنية أو كراي أو وصا صفة تلمان ذاك خلق النبي عليه الصلاة والسلام أبو في سيئة أو خلق أنا مدري عديس فعلى الله النبي عليه الصلاة والسلام الله تيري وليوي أمو سنية أما هو الوقت سنية وقرأ أما تلمان وأبو رس أهان أهالة سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي إلى آدم وما دير من قابنا يعني ده حد عاد بقى قتل من حديث أما خلق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أحسن الناس خلقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ده كم تقول في السنة وعامتك وجه سيسن بس وحل إلى هو تلمان كذا وحل حديث وهو الله لو النبي عليه الصلاة والسلام الله تيري قول ما فعل أما تقدير أما وصف خلق أما خلق وحل إلى حديث حديث بليع حديث كبرك وقيبه أقسام الحديث طيبها حديث أقسام الحديث طيبها حديث ثلاثة صدح طيبها حديث وصدح صحيح وحسن وضعيف صدح حديث صدح صحيح حسن يا ضعيف صدح لان قيبوض أيها أساسي أما قيبها كلا علماء قد قد بوحي قاسيان لو يلعن قيبوض قاسيان صدح أمي أصول نقني
مثلا كتاب كورك لو حين وصل مرة في الموقوف في المقاطع في المعضل كو أنا أكل النقاني وأنا ينوي ما دون معيلة لكن هذا وحي كلا قلي أنا ضعيف في النقاني أنا سعيد في النقاني أنا حسن النقاني. قال أقسام الحديث ثلاثة، طيبها حديث وصدح صحيح وحسن وضعيف. وأنا أرنك علماء متأخرين تا حديث إنه صدح لا قيلود يهيبو أكتوضا فريست يعني واجه هرى لبك ليه علماء دي هرى لبك ليه وقيبين تلي علماء دي هرى حديثين دي هرى أحمد بن حنبلي أحمد بن حنبلي إسحاق بن راهوي بخاري مسلم حديث وقت وضعك صحيح يا ضعيف بس دي صحيحة ومقبولة هي حديث مردود وضعيف متأخرين تا خطابي اللي قصوا الإمام الخطابي اللي قصوا بلابه الإمام الخطابي إمام لي يعني كتاب لي معالم السنن لي يعني. الخطابي قال لكم بقى قال الخطابي الإمام الخطابي يا شيخ يصدق انه جاي عند اهل الحديث. الترمذي اللي افتكيسه وارضي الامام الترمذي وارضي الامام البخاري قدر تسويه في حسن هو حسن هو في البدايه كويس حديث في مركه صدح عن قيبوت بفرستي ودم بينتي للسلام وقرالي انه جاي صحيح وحسن وضعيف. لبضه هراء صحيح هي حسن تاي وحج ومقبول والو عمل خلي ضعيف كن هو مردود ولا كدي ضعيف كن هو محي مردود ولا كدي. قال أقسامه ثلاثة غيبيش وسطح صحيح وي وحسن وي وضعيف كده بروح بالعربية مثل تعريفه اتصل انا قيميس يا غنيس وقع الله إن شاء الله تعالى أعطنا دام البلوي يعني أنت سنتدي شيئا منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.